طيب لو سألتك يعني كيف نحقق التوازن الاجتماعي بين مسؤوليات العمل وواجبات الأسرة بالنسبة للمرأة؟ المرأة القيادية إذا وصلت لهذا، لا تركزين على القيادية لأن أي مرأة الأغلبية ترى مو أي مرأة موظفة موظفات. أنا أشوفهم في ما شاء الله يعني المرأة يمكن الموظفة عليها عبء عمل أكبر من نظيرها الرجل، بحيث أن عندها الأسرة مسؤوليات الأسرة والأطفال والبيت وكذلك الوظيفة. طيب تشوفين يعني هل ترين أن يمكن القول بأن المرأة اليوم السعودية قطعت شوط كبير في ظل رؤية المملكة 2030 في التمكين؟ إلا الحمد قطعت شوط كبير في التمكين، والحين جاء دورها في التمتين. اللي أنا أقصد فيه مرحلة إثبات وجودها وكمان إثبات قدراتها ومكانتها في هذا التمكين الذي حصلت له. تشوفين المرأة محتاجة تثبت لحد أنها كفءة للعمل للقيادة؟ مو تحتاج، هي تحتاج تثبت لنفسها أنها قادرة على هذا الشيء. إذا قطعنا شوط كبير في هذا المجال. نعم. طيب كيف تتوقعين المستقبل بالنسبة للجيل الناشئ، بنات الصغار اليوم وين حيكونون في 2030؟ طبعاً حيخوضون مخاض مختلف عن مخاضكم أنتم. نعم مثلاً. أنا ما أبغى أقول إن البنات خلاص الحين المرأة مكملة للرجل في تكوين هذا المجتمع، وهي تعتبر يعني أساس في مسيرة هذا المجتمع وشريك في رؤية 2030. نعم. طيب تشوفين المرأة يعني دورها كشريك في صياغة المستقبل المملكة الاقتصادي أيضا هو موازي لدور المرأة في المجالات الأخرى؟ نعم لها دور كبير في هذه الصياغة، لأن إحنا نشوف مستثمرات طلعوا في الفترة الأخيرة، مستثمرات سعوديات سيدات أعمال لهم دور فعال في المسيرة الاقتصادية.